السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم توضيحي حول منصة ليرن مايكروسوفت ليرن، و يعني نزولا عند طلب العديد من الزملاء حول التحديات التي تنزلها مايكروسوفت ليرن لكي ينجزها المعلمون الخبراء أو المعلمون المسجلون في هذه المنصة التعليمية بطبيعة الحال لمايكروسوفت. نلاحظ معي هذه الواجهة التي فيها حسابك وعدد الباجات والإنجازات والتروفيات، أيضا نقاط السمعة وعدد الناس الذين هم يعني يتابعونك. مثلا سأنزل هنا وباختصار سأذهب إلى هذا المربع. أوكي، فأرى أنه هناك اكتيفيتي، انزل هنا سارى تشالنجز او التحديات الذي يترجمه بالعربي سوف النشاطات التدريبات، والثالثه هي التحديات. ساضغط على تحديات. اذا عندما ضغطت على التحديات سانزل وسيظهر معي كل التحديات السابقه التي قد انجزتها. مثلا هذه التحديات، مثلا past challenges. بالنسبة للpast challenges مثلا أرى هنا هذه هنا ended، يعني ماذا أعني بأنه ended؟ انتهت مدة هذه التحدي بتاريخ 26 يوليو 2022، هذا آخر تحدي قد أنجزته، كلها التحديات التي قد سبق لي واشتغلت عليها. إذا لكي أعرف المزيد عن أي تحدي، مثلا سأضغط على هذا التحدي الأخير ISTE Skills Challenge، ولكي أعرف كيف أتعامل مع التحديات. إذا سيظهر معي هذا التحدي، والتحدي هو عبارة عن ماذا؟ عن مجموعة أو نقول بالإنجليزي كما ترون هو Collection من مجموعة من المودلز. عندما ندخل إلى هذه المنصة سنجد يعني وحدات للتعلم ندرسها فنحصل على إشارة أو بادج، والتحدي فقط هو بمجموعة مختارة من طرف مايكروسوفت ليرن من المنصة. يمكن أن تكون 14 15 ربما 20 موديل، يعني 20 وحدة دراسية. كل مرة تنهي واحد فإنه يسجل معك موديل وإشارة في حسابك على حسابك، لكن عندما تنهي المجموعة الكاملة من المودلز المطلوبة لهذا التحدي فإنه يعطيك يعني تسجل عن أنك أنجزت إنجاز اسمه تحت اسم التحدي. إذا مثلا عندما أدخل في هذا الـ ICT Skills فإنه ممكن أن أضغط وأرى كل هاتك التجميعة للكوليكشنز بتاع هذا التحدي. أضغط هنا هذه النقطة ويظهر معي ما هي التحديات التي أنجزتها. لاحظوا معي كانت حول Learn for Educators and School Leaders، يعني كانت عن مفهوم القادة في المدرسة، كانت حول القيادة و المساواة و prepare your school for equity، مساواة وتنظيم أو تحضير مؤسستك لأن تصبح مدرسة قائدة. هذا التحدي أنجزته 100%. هذا موديل ثاني. موديل ثالث كان حول Minecraft to play classroom bell challenge، يعني أيضا. ثم هذا الرابع explore social emotional learning. لاحظوا معي عندما لاحظوا كلهم كانوا 100%. إلى آخره. كم عدد هذا؟ كلهم موديلات لنفس التحدي الذي قلتهم لك. بعض الأحيان سؤال هو لا أنجز لكن لا يظهر معي تحدي، يعني أضغط next في كل الموديلات لكن في الأخير لا تظهر معي التحدي. لماذا؟ يجب أن أرجع وأتحقق هنا أنه فعلا قد أنجزت 100%، يعني جزئيات ذلك المودل كنت ربما يعني قد
لم أنجز يعني جزئية واحدة من ذلك التحدي. إذا نعطيك مثال لشيء يعني موديل غير مكتمل، مثلا سأذهب أضغط هنا في ثلاث شرط هنا ثلاث خطوط وأذهب إلى ترينينز يعني تدريب، لأنه يعني تظهر الموديلات في الترينينز في التدريبات، فأذهب أرى أي تدريباتي التي كنت قد أنجزتها كلها يظهر هل هي مكتملة أم غير مكتملة. أنزل صار أرى أن هذا التشالنج هو مكتمل، الأول عبارة عن إنجاز أو نشر يعني تحدي منجز أوكي، وأنزل هنا بعد الباتس يعني يعني الإنجازات هل هي مكتملة. سأرى مثلا سأقف عند هذا مايكروسوفت أجور اي اي غير مكتملة، فيها فقط 47%. ثانية أيضا هذا الليرنينج باث غير مكتمل، هذا هو نموذج عن موديول غير مكتمل. إذا نفس الشيء بالنسبة للتحدي، إذا كنت مثلا فقط تمر وفي التحدي لم تكمل موديول ما، فإنه يعني يسجل معك مثلا 47% مثلا هذا اللي عندي هذا الذي أكملت فيه 47% كان جزءا أو موحدة في تشالنج، فإنه في الأخير لن يكتمل معك التحدي. هذا الأمر الذي أريد أن أوضحه. إذن هذا كيف أنني أتعامل مع التحدي. إذا لاحظوا معي هنا يعطيني كم عدد يعني الموديلات أو عدد يعني يعني التجميعات في هذا الكوليكشن، تجميع عفوا للوحدات 16 وحدة. ونرى أيضا كم ساعة ممكن أن تقضيها في هذا، لأن مدته 12 ساعة و38 يعني دقيقة. وهنا أرى التحدي، أرجع لأرى التحدي. إذن الآن كيف أفسر التحدي وما مظاهره؟ هنا عندما أنجز التحدي فيعطيني congratulations، تهانينا لقد أنهيت التحدي، have completed the challenge. ولاحظوا معي يعطيني 16/16، لقد أنهيت هذا التحدي موديول. وهنا لوحة، اللوحة التي فيها ترتيب أو اللوحة في القيادة التي فيها ترتيبك في إكمال واستكمال هذا التحدي. مثلا تعطينا كم عدد المشاركين في التحدي، هناك 1298، فأنني هنا في هذا هو ترتيبي أنا. أوكي، بالنسبة لاستكمال أو وقت استكمال هذا التحدي. أوكي، إذن بعض الأسئلة هنا سأتي معكم بعض الأسئلة كيف أبدأ التحدي. يبدأ التحدي في البداية عندما أدخل، فأجده هنا في هذا المكان مايكروسوفت بيلد، فأجد تشالنج، كل جديد يعطون له لنا في رأس الصفحة. مثلا هنا رأس الصفحة هو مايكروسوفت بيلد وليس بتحدي، ولكنه حدث ممكن أن تسجل فيه، تضغط ريجستر ناو. أما بالنسبة للتحدي عندما يكون وقت أو زمن التحدي هو أيضا، مثلا هذا الـ ST Skills Challenge كان أيضا على رأس القائمة هنا على رأس الصفحة. مثلا كما هو مبين في هذه الصورة، التحدي في البداية يظهر هكذا، فيه يعني تاريخه، متى يبدأ متى ينتهي، كم عدد الموديلات الذي فيه، مثلا هناك 15. ثم فقط ذلك الزر اللون الأبيض Join the challenge، ويعني انضم إلى التحدي فتضغط عليه. إذن هذا سؤال، كيف أبدأ التحدي. سؤال ثاني ممكن أن يكون How do I complete this challenge، بالضغط على كل موديلات، تابع موديل موديل تابع موديل حتى أنهي من التحدي. ثم What should I do if I am having an issue with the sandbox knowledge، إذا كان عندي أي مشكلة فيما يخص أي تحدي وأنني لم يظهر معي أي تحدي،
أرجع وأكتب ذلك على مكان خاص وهو اسمه الفيدباك، وأطرح سؤالي. وللإشارة، فإنه عندما تطرح سؤال ويجونك عليه فأنت تربح نقاط وتربح إشارات لنقاط حول هذا تظهر لك في حسابك. إذن سؤال آخر، How can I tell if I am completed the challenge؟ كيف أعرف أنني أكمل التحدي؟ إذن يظهر لك Where you send، هو الذي شرحت لكم هنا، ها هي في هذا الفاينل ليدر هو، ها هو Where you send. هنا أنا I send يعني أقف هنا عند ليلى الطيب. هنا يظهر لك بأنك أكملت تحدي 16 على 16. فهو Do models have completed before change started account؟ إذن هل الوحدات التي أكملتها في التحدي هل ستغير من نقاطي أو على حسابي أو سكور بتاعي؟ نعم، yes. Any model، أي وحدة في الكوليكشن تزداد إلى نقاطك، يعني وتحسب كما شرحت بأنها تشالنج، كله تشالنج، ولكن أيضا تحسب على نقاطك في الواجهة تحت صورتك. How is the leaderboard calculated؟ هذه كيف تحسب تلك الليدربورد التي فيها يعني ترتيب الأساتذة الذين أنجزوا؟ Show how many models، تظهر كم عدد الموديلات التي استكملها أي مشارك. Of total number in the collection، any ties are listed alphabetically، ويظهر فقط لأنها تظهر بترتيب يعني أبجدي. هذا كل ما في الأمر، لا تعني بأنك هذا هو الأول أو الثاني أو الثالث، لكن الأول والثاني فقط بالترتيب. مثلا هذا الاسم الأول والثاني لأنهم لم يذكروا اسمهم فجاءت أولهم. ثم لاحظوا معي هنا R أستاذ رضوان R، وتتبعه أستاذ رياح رياحي هي أيضا R، ثم T، ثم U، ثم حرف يعني اسم العربي، وهكذا ثم رقم، ثم ظهر معي اسمي هنا لأنني أنا أيضا يعني تي يعني تايك، ورغم أنها تبدأ بحرف اللام. هذا سؤال بين الأسئلة، يعني ليس هي إنجاز من يستحق أكثر. How can I or if my challenge has a price associated with it؟ إذا في بعض الأحيان كان هناك سؤال، إذا كان هذا التحدي مرتبط بأي جائزة مرتبطة بها كيف أعرف ذلك؟ إذا هذا مرجو التواصل مع السبونسر بتاع هذا التشالنج التحدي لكي تعرف يعني أكثر هذا المعلومات. إذا هذا كل ما يمكن أن نعرفه على أي تحدي ما. إذا فأرجع لأرى أن هذه التحديات مسجلة معي هنا، كل هذه التحديات، ويظهر معي النقاط. كما قلت التحديات يعني تظهر معي مثلا في البادجز وفي التروفيهات، يعني مدمجة داخلها، لكن أيضا نعرفها من خلال هنا بأن عدم التحديات التي قد أنجزتها. هذا كل ما في يخص هذا البرنامج. أمر آخر، هو ممكن التسجيل الآن في مايكروسوفت بيلد وأضغط على ريجسترنا، وهو الجديد بعد التحدي. هناك بعض الأحيان تحديات، ثم المشاركة أيضا تدعوكم من المنصة بأن تسجلوا في الإيفنتس، مثلا في ندوات وويبينار عالمية. مثلا هناك سيكون ويبينار في ولاية سياتل من مايكروسوفت بيلد، فتضغط هنا ريجستر، سيكون في ما بين الثاني والثلاثون والثالث والثاني والأربعون يعني من شهر ماي. لأن تضغط ريجستر ناو ثم تسجل. هناك ويبينارات أخرى، رحبوا معي. إذن تحياتي لكم.